بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا في برنامج الأجبال في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فقرة فرفوش وفركوش، فقرتنا الليلة أو مسابقتنا الليلة هي عبارة عن لعبة كرة قدم، لكن في ميدان خاص، ميدان مليان صابون، يعني اللي بيقدر يحافظ على توازنه وما يتزلق ويجيب أهداف أكثر هو الفائز. هسا أنا ذاته اللي بيمرقني من هنا. شو فرفوش فركوش، تعالوا سريع سريع طلعوني من الصابون ده قبال ما اقع. هاي علي بالراحه بالراحه عليكم. الله هاي هاي ايوه. كرة القدم بالصابون، كل فريق يتكون من 3 لاعبين يتنافسون في مباراة كرة القدم في ميدان مليء بماء الصابون. الفريق الفائز هو من يحرز أكبر عدد من الأهداف في شباك الفريق المنافس. في حالة التعادل تحسم المباراة بضربات الجزاء. الأحباب الحلوين، دي لعبتنا كرة قدم، حتكون لعبة جميلة ومسلية ومضحكة. ليه؟ لأنها بتختلف من كرة القدم العادية، فيها قانون مختلف. أول شيء ميداننا حيكون مليان بموية الصابون، يعني حيكون بيزلق. وتاني حاجة حيكون عندي تيمين أحمر وأخضر، التيم الأحمر حيحاول يسجل أهداف والتيم الأخضر حيحاول يسجل أهداف، وممكن أي واحد من أعضاء التيم يحاول يلز الثاني يجره من باعتبار أنه يعيقه ما يخليه يجيب هدف، يعني ما في فاولات. عندنا زمن اللعبة 3 دقائق، في الثلاثة دقائق دي اللي بيجيب هدف يبقى هو الغالب، تمام؟ وإذا طلع التعادل حنحسمه بشنو؟ ضربات جزاء. الجزاء. خليكم معانا في لعبة كرة القدم. انتهت مباراتنا اليوم بين الفريق الأخضر والفريق الأحمر، وكانت النتيجة تعادل. إذن حنحسم المباراة بضربات الجزاء، وبرضو ضربات جزانا ما تقليدية أو ما زي ضربات الجزاء بتاعت كرة القدم الحقيقية. المرمى حيكون فاضي، حيجينا جاري اللاعب من بعيد في الميدان المليان بالصابون ويحاول يشوت الكرة من غير ما يزلق ويجيبها هدف. أكثر فريق بيجيب أهداف هو الفريق اللي حيكون فايز. ضربات الجزاء بعد لحظات، تابعونا.
وخسر برضو الفريق الأخضر الضربة الأولى، وبرضو خسر الفريق الأحمر الضربة الثانية، وبرضو خسر الفريق الأخضر الضربة الثانية. فاضلينا آخر ضربة للفريق الأحمر وآخر ضربة للفريق الأخضر. أوه، علت المرمى، علت المرمى وخسر الفريق الأحمر كل ضرباته. نشوف آخر ضربة للفريق الأخضر، إذا سجل الفريق الأخضر حيكون الفريق الأخضر هو الفايز. تركيز شديد والأمل معاك يا أخضر. ها، وصلنا لمرحلة توزيع الجوائز، ونحن في برنامجنا ده زي ما بندي الفريق الفائز جائزة، برضو بندي الفريق الخاسر جائزة للمشاركة.